السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. هاد لا فيديو هادي بغيت غير نوضح فيها يعني واحد الخطأ اللي بان ليا بزاف تبدل القنوات اللي حاطين واحد المعقمات فيهم يعني مكونات اللي خطر انهم يتخلطوا تيكونوا مواد سامة. وهضر عليهم البنات الدكتور محمد الفيد، القناة الرسمية ديالو غنحط لكم الرابط ديالها، لانه صراحة انا المعلومة تناخذها من عنده، اي حاجه تنتاكد من القناه ديالو. وهو هضر كذلك انه حتى هو شاف الناس المكونات التي خلطوا وهضر عليها، وقال انه الخل راه ماشي معقم، يعني سيغتو في هذه الحاله احنا يعني اللي هذا الظرف اللي تنمروا به. قال لهم ما تستعملوش الخل، كي اللي تيستعمل الخل مع جافيل، وهذا راه ماده سامه. حذار يا البنات من هذه المكونات، ولا تخلطوا مثلا جافيل مع الكحول يعني الكول، هذه المكونات ما تخلطوهمش ما تخلطوهمش. راه هضر عليهم الدكتور الفيد وقال لكم حذاري من هذه المكونات هادو، يعني بلا ما تعقدوا الامور. الانسان حتى اللي بغى يجتهد يشوف المعلومه، يتاكد من المعلومه الصحيحه عاد يحط، لانه الناس تشوف واحد الحاجه تبغي تجربها، يعني كل شيء تيقلب على طريقه ديال المعقمات، والحل راه بسيط، راه المعقم راه موجود عندنا في اي بيت. انا غادي نوريكم باش تنعقم وباش تنظف الايدين ديالي. انتم البنات يكفي انكم تاخذوا 5 إطرو ديال الماء وتخلطوها مع نص إطرو ديال الجافيل، ويعني تبقاو تنظفوا فيها تعقموا بها، يعني مثلا اي حاجه بغيتو تعقموها ترشوا عليها الماء مع جافيل، مثلا دوك لي بواني ديال الباب، اي حاجه ديروا فيها الماء وجافيل راه كافي. وهضر عليه الدكتور فيد قال لهم كافي الماء جافيل مع الماء، وديروا بحال دابا انا دايره في هذا البخاخ هذا، تنرش مثلا لي بواني ديال الباب، اي حاجه تنرشها وتندير منديل يكون نظيف، ولا هادوك لي لانجات ولا هذا، وتنعقم بيهم. بالنسبه للبنات الصابون اللي تنستعمل لليدين ديالي، تنستعمل هاد الصابون السائل، هو تيكون حسن من هذاك الصابون يعني اللي تيكون صابون مربع، اللي كما كانش متوفر عندكم البنات هاد الصابون السائل. يكفي انكم تصيبوه، تتاخذوا داك الصابون المربع تتحكوه في الحكاكه وتتكبوا عليه الماء الطايب وتتخليه وتتبقاو تحركوا حتى تيذوب وتيولي صابون سائل، وتديروا في قريعات بحال هكا وتتستعملوا وتتنظفوا يديكم. حاليا احنا ملزومين ان ننظفوا يدينا بزاف، سيغتو الناس اللي تيخرجوا خاص النظافه ثم النظافه، يعني حاجه اللي بسيطه جدا كل مره تنظفوا اليدين ديالكم. وتا الصابون البلدي البنات هضر عليه الدكتور الفايد قال لكم اللي ما عندهمش يعني الصابون وعندهم الصابون البلدي ممكن تاخذوه تخويو عليه الماء طايب وتخليه تيذوب وتخويو في قنينات بحال هكا وتستعملوه منظف اليدين ديالكم. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى هاد لا فيديو هادي تكونوا استفدتوا منها، والناس اللي تيغلطوا انهم تيخلطوا دوك المكونات اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو انهم ما يبقاوش يخلطوهم.